مطلوب منا أن نقوم بتبسيط 9 بي للقوة 2/3 على الجذر التربيعي لـ4 بي تكعيب. لنحلها إذن خطوة بخطوة. أول شيء يمكن القيام به، حسنا، لدينا 9 بي للقوة 2/3، هذا يساوي 9 للقوة 2/3 ضرب بي للقوة 2/3، وهذا الجزء يمكننا تبسيطه أيضا. الآن يمكننا أن نعيد كتابة الجزء الأسفل هنا، الجذر التربيعي لأربعة بي تكعيب بالضبط يعادل 4 بي للقوة 3 الكل للقوة نصف، وتساوي الجذر التربيعي لأربعة بي تكعيب. وبنفس الشيء الذي فعلناه في البسط فيمكن أن نقول حسنا هذا يساوي 4 للقوة نصف ضرب بي للقوة 3 الكل مرفوع للقوة نصف. الآن دعونا نرى إذا بإمكاننا تبسيطها أكثر. دعونا نحل المقام أولا. إذا ما ناتج ما هو جذر الأربعة؟ حسنا إنه 2، لأن 2 تربيع يساوي 4، بالتالي الجذر الموجب يساوي 2، ومن ثم بي تكعيب الكل مرفوع للقوة نصف، هذا سيساوي بي للقوة 3/2. والآن لنفكر بـ9 للقوة 2/3، هو ليس شيء بسيط. حسنا يمكنك أن تفكر بهذه الطريقة، فيمكن أن تقول أنها 9 تربيع، أو دعوني أستخدم هذه الطريقة لأنها الأفضل، هذه 9 للقوة 2/3، ويمكن لشخص ما أن يكتبها بطريقة غير مبسطة، لكنها يمكن أن تساعده في الحساب. وماذا تعني 9 للقوة 2/3؟ إنها نفس 9 تربيع للقوة 1/3، لأن 2 ضرب 1/3 يساوي 2/3، ولدينا هنا ضرب بي للقوة 1/3، وهذا يساوي 9 تربيع تساوي 81 للقوة 1/3 ضرب بي للقوة 1/3. الآن بدلا من كتابة هاتان القيمتان في المقام، دعوني أكتبها بصورة أسس سالبة. إذا سنكتبها هكذا، الاثنان الموجودة في المقام هي نفس 2 للقوة ناقص 1، إذا هنا يمكننا أن أكتبها في البسط بدل المقام، وتساوي نصف. وبي للقوة 3/2 الموجودة في المقام هي نفس بي للقوة ناقص 3/2، إذا جميع هذه العبارات هنا تم تبسيطها. دعوني أنسخ وألصق على السطر التالي الآن، دعوني أنسخها وألصقها وأضعها في الأسفل هنا لنرى إذا كان يمكن أن نبسط هذه أكثر. ودعوني أفكر في 81، إذا كان بإمكاننا كتابتها ونرفع عدد ما للقوة 3 ثم نأخذ الجذر التكعيبي، أو رفع بعض القيم للقوة 3 ونأخذ الجذر التكعيبي له. إذا علينا أن نجد بعض الأعداد أو يمكن أن نأخذ عوامله التي يمكن لها أن توضع تحت الجذر التكعيبي، أو أشياء أخرى التي لا يمكن أخذ جذرها. إذا 81 تقبل القسمة على 3، وهي عبارة عن 3 ضرب 27، والتي هي عبارة عن 3 ضرب 9، وتسعة تساوي 3 ضرب 3، إذا 81 يساوي 3 للقوة 4، أو هي 3 مضروبة بنفسها 4 مرات. إذا يمكننا كتابة 81 للقوة 1/3 مثل 3 ضرب 3 للقوة 1/3 ضرب 3 للقوة 1/3، ونفكر بهذه البي، وأنا أقوم بخطوات أكثر، وإذا أردتم يمكن القيام بها على الورقة. أريد أن تفهموا ما يحصل هنا. إذا بي للقوة 2/3 ضرب بي للقوة ناقص 3/2،
يكون لدينا P للقوة 2 على 3 ناقص 3 على 2. إذن يكون لدينا P للقوة 2 على 3 ناقص 3 على 2. ثم لدينا ضرب نصف، هنا هذا نفسه، هذا نفسه، هذا، هذه العبارة هنا، ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة، هنا هي نفس أن نكتبها ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة للقوة الثلث ضرب ثلاثة للقوة الثلث. صحيح، أنجزنا هذا أكثر من مرة. الآن لنجد ناتج هذه، P للقوة 2 على 3 ناقص 3 على 2. هنا 3 على 2 عدد أكبر، وبالتالي لنقول أنها الصورة السالبة لـ 3 على 2 ناقص 2 على 3. إذن هنا يجب أن نوحد المقام، ممكن أن نضع المقام هنا يساوي 6، ويساوي ناقص 9 على 6 ناقص 4 على 6، ويساوي هنا 9 ناقص 4 وناقص في الخارج ناقص 5 على 6 ضرب P للقوة ناقص 5 على 6 ضرب نصف. الآن 27 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 موضوعة تحت الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي لـ 27 يساوي 3، إذن يمكن تبسيط هذه إلى 3، ومن ثم 3 للقوة الثلث هي الجذر التكعيبي لـ 3، إذن نحصل على 3 ضرب الجذر التكعيبي لـ 3 ضرب P للقوة ناقص 5 على 6. وربما تريد أحيانا أن تضع P خارج الجذر منفصلا عن الباقي، سأكتب P للقوة ناقص 5 على 6 ثم سأكتب الجذر، إذن ضرب الجذر التكعيبي لـ3، وكل هذا ضرب نصف، أو يمكن أن نقسم على 2 ونبسطه بقدر ما نستطيع. يمكنك التعامل معها كثلاثة على 2، فيمكنك أن تقول أن 3 على 2 يساوي 1.5 P للقوة ناقص 5 على 6 ضرب الجذر التكعيبي لـ3، وإذا أردت حسابها الجذر التكعيبي لـ3 ضرب 1.5 فيتكون لدينا عدد 20 نضربه بـ P للقوة ناقص 5 على 6، وهذه أبسط صورة يمكن الوصول إليها.